هذه المجربة إن شاء الله ستنفع العديد من الناس الذين يريدون أن يتخلصوا من العدو. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لمن أراد أن يقضي على عدوه، هذا الورد مجرب من لمن أراد أن يقضي على عدوه، تداوم عليه المدة، أقل مدة هي 11 يوم. هو يجب أن تجتهد فيه، تقوله بدون عدد، ولكن إذا أردت أن تجعل العدد فيجب أن تقوله أقل عدد. أقل عدد هو 200 مرة في الصباح و200 في الليل، وأنت متركز على ذلك العدو، 200 في الصباح و200 في الليل. أما إذا أردت أن تجتهد فيه فتقوله 1000 في الصباح و1000 في الليل، على حسب وقتك وعلى حسب اجتهادك تختار العدد الذي تحتاجه، أو تقوله بعدد مفتوح، يعني اليوم كله وأنت تقوله، اليوم كله وأنت تقوله، يعني بدون عدد تقول اليوم كله. هذا الذكر يقضي على عدوك ويخفيه من أمامك، لن تراه إن شاء الله، وهو لا إله إلا الله القهار. من يكثر من لا إله إلا الله القهار يقول يوم يقضي على عدوه، أقل عدد وهو 11 يوم، يعني تداوم من 11 يوم، أو تجعل لك عدد كما قلت، 200 مرة في الصباح، 200 في الليل، 1000 في الصباح، 1000 في الليل، على حسب استطاعتك، أو تقول بدون عدد. وأنا أفضل أن تقول بدون عدد اليوم كله. إذا كنت مقهور من عند عدو يجب أن تكثر منه، لا إله إلا الله القهار، لا إله إلا الله القهار، لا إله إلا الله القهار. يقهر عدوك هذا الذكر، يقهره الله سبحانه وتعالى، وسيخفيه من أمامك، يعني ربما ينتقل من مكان إلى مكان آخر عدوك، يعني لن يبقى أمامك إن شاء الله إذا اكثرت من هذا الذكر، لا إله إلا الله القهار، من المجربات. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.